أهلاً وسهلاً أصدقاء الأطفال، وحياكم الله في برنامجكم المميز برنامج الرسام الذي يعرض على تلفزيون الكويت. أصدقاء الأطفال، برنامج الرسام فيه العديد والكثير من الفقرات المتميزة، من هذه الفقرات فقرة المرسم اللي بعد شوية نتعرف على أصدقائنا ونشوف رسوماتهم الجميلة. أيضا كذلك هناك فقرة جدا ممتعة اللي هي فقرة الرسم الذكي، راح نرسم شيء جديد من رسوماتنا عشان نقدر نطور من رسوماتنا. في نهاية البرنامج أصدقائنا كالعادة راح نعرض لكم مجموعة من الرسومات اللي وصلت لنا على إيميل البرنامج. أصدقائنا أطفال، فاصل قصير رد لكم مرة ثانية. رجعنا لكم أصدقائنا مع فقرة المرسم. اليوم معانا مجموعة من أصدقائنا في الاستديو، معانا اليوم زينب وطيبة ومنى، فنانات رائعات في أعمالهم. شفنا منهم الحين بعد شوية راح نشوف إبداعات جميلة من رسومات كرتونية، وأيضا عندهم لوحات فنية استخدموا فيها الأكريليك الخشبي المائي الشيني، وأيضا اللوحات الرائعة اللي الحين بعد شوية راح نشوفها. نبدأ أول شيء مع منى. منى شلونك؟ زينة. منى تعرفيننا باسمك؟ تعلين صوتك عشان نسمع صوتك. زين. اسمك؟ منى مزيد القصار. منى مزيد القصار. منى تقولين لنا كم عمرك؟ ستة. أي مدرسة منى؟ مدرسة السلام. مدرسة السلام. منى أنت شنو الألوان اللي تحبين ترسمين فيها أكثر شيء؟ ألوان خشبية. بعد الألوان المائية. إنزين شنو الشغلات اللي تحبين ترسمينها؟ أحب أرسم نفيش وهدهد. هدهد حلو. إنزين شنو منو اللي شجعك على الرسم؟ أمي وأبوي. أمك وأبوك. دشيتي دورات إنك تتعلمين أو شيء؟ من فيديوهات. شلون؟ تعلمت من فيديوهات. ها انزين اوكي، تقولي لنا الرسومات اللي عندك اكثر شيء وين ترسمينهم؟ مكتب امي. عند امك؟ مكتب امي. مكتب امك حلو. يلا نشوف لوحاتك منى. خلينا نبدا بالهدهد صح؟ إيه؟ عشان انتي قلتي انا احب ارسم الهدهد. هذه يا منى تقول تشرحينها لنا؟ اي اي هذا هدهد مني. هذا عيونه خشمه. إيه؟ وحتى شنو هذا اللون؟ اي لون الوانه؟ شنو الالوان اللي فيه؟ لون احمر. اي وهذا اصفر. اي والهدهد بني. الهدهد بني شاطرة. هذا من المدرسة. حلو. وين أنت نقلتها من صورة شايفتها رسمتها؟ إيه؟ حلو. وين نقلتها؟ أي من اليوتيوب ولا وين؟ إنستغرام. يوتيوب. اليوتيوب. طولت معاك أنت ترسمين اللوحة هذه؟ شوية. يعني كم حوالي؟ 5 دقائق أو 4 دقائق. شاطرة يا منى. وهذه يا منى شنو اللوحة هذه؟ برد. انزين تحبين البرد؟ بس الحين وقت بارد عادي تاكلينه ولا بعدين اذا احتر الجو؟ بعدين. بعدين شاطر. شنو اللي داخل البرد اللي رسمته؟ وي وين اشري لي عليه؟ هذا العين. انزين هذا حلج، هذا الخدود، وهذا كاكاو شن كبوت من عيد ميلاد. اي صح حاطته كذي. ليش ما حطيتي لون ثاني يصير احلى صح؟ انا ابي. انزين وهذا شنو هذا اللي تحت؟ هذا بسكوت. بسكوت. وهذا يا منى مقلوبه كذي صح؟ هذا هوت شوكليت. حلو. شنو اللي داخله هوت شوكليت؟ ماشميلو. انزين اشري عليهم؟ شنو بعد؟ عود. عود شنو هذا؟
عود عادي ولا كاكاو ولا شنو؟ عود عادي. انزين واللي تحت هذا شنو؟ هذا كلاس ومع وي. حلو. وهذا شنو اللي فوق هذا حاطته مني؟ هذا الشيء اللي حار اللي دخان. إيه؟ دخان. وهذا يا منى؟ عصفور اللي على نار. انزين هذا نار، هذا عصفور، هذا جناحه. انزين وهذا ذيل، هذا ذيل. حلو. وفي نار براسه. اه حلو. يلا بعد يا منى. مطليق. مطليقه بنت، هذا تاج، وهذا ثلج مني، وهذا البحر. اه هذا هو قاعد على الثلج. إيه؟ بردان. ايه. انزين وتحت هذا شنو هذا منى؟ بحر. بحر. نسيت لونه. يلا حلوه. انزين اذا لونتي شنو راح تلونين فوق؟ الغيوم. الغيوم شاطره. وهذا يا منى؟ نفيش. انزين تشرحينه لنا؟ ايه هذا نفيش كبير. عشان هذا وايد قريب، هذا وايد بعيد، وحد هذا شوية قريب وشوية بعيد. إنزين حطيتي هذا قريب فيصير كبير. إيه؟ وإذا بعيد يصير صغير. صح شاطرة. إنزين شلون سويتي هذا؟ هذا بس سويت مربع. حلو. سويت شن غيوم بس لونت أصفر. وحطيتي الاصفر فوق اللي هو كذي هذا صح؟ صح. لو انتي بعدين الوان شنو هذا اللي داخل؟ الوان اي لون؟ شوفي طالع احمر. وهذا يا منى؟ وهذا لا كاكاو شكلهم شنو شعر وهذا. زين. وهذا مي. حلو بالنص شنو هذا؟ هذا فروستنج. هذا البادي من الدونات. اه حلو. وهذه قولي لنا شنو قصة اللوحة هذه؟ هذا بطريق صغير، هذه انا، هذه امي. اه انزين بس انت شكلك كذي نفس كذي، هذا عيونه كذي؟ لا هذا مو عيونه، هذا جسمه. اي ادري هذا عيونه. عيوني انا. اه رسمه نفس شكلها. طولت معاك اللوحة هذه؟ شوية. شوية. هذا رقي. هذا هذا اللون أحمر. وين الحبوب مال اللي بالرقي؟ إيه حبوب. زين. وهذا العين، هذا حلج. هذا لونته أخضر وأخضر فاتح. ومستانس عشان قاعد ناكل بروتين منه وقاعد ناكله. شاطرة. شاطرة يا منى. وهذه يا منى هذه رسمة بصراحة عجيبة. أوص. إنزين شلون سويتيها قولي لنا اشرحيها لنا. هذا أول شيء بديتي شنو؟ سويت العيون بعدين سويت المنقار. إيه. خشم. وبعدين سويت دائرة لين كذي. إيه. شلون أسوي؟ شني وسويت دائرات وتبي تحط دائرة شنو بلونة وحلاوة. لو انتيها بشنو ألوان شنو؟ خشبية. خشبية. كل الشكر لمنى على اللوحات الرائعة. طبعا أنا عاجبتني رسمة الطاووس بشكل جميل جدا، إبداع رائع. الحين ننتقل لطيبة. طيبة شلونك؟ زينة. طيبة تعرفينا باسمك؟ طيبة عبد الرحمن المطوع. طيبة عبد الرحمن المطوع. طيبة كم عمرك؟ 8. أي مدرسة طيبة؟ الرؤية. الرؤية. تعلين صوتك شوية، تقولي لنا اللوحات اللي عندك هذه وين رسمتهم أكثر شيء؟ أكثر شيء في البيت. في البيت. من اللي شجعك على الرسم طيبة؟ أمي وأبوي. شنو اللي يعني أكثر شيء ترسمين، يعني شنو الشغلات اللي تحبين ترسمينها أكثر شيء؟
أحب أرسم يعني مثلاً الكرتون أو مثلاً الطبيعة أو شيء شنو؟ أحب أرسم الطبيعة أكثر شيء الطبيعي. نشوف لوحاتك في البداية. هذه من لوحات طيبة، تشرحينها لنا طيبة؟ قولي. هذه اللوحة كانت في بيت جدتي، جدتي سوت ورشة سكب الألوان، وبعدين أنا اخترت الألوان اللي أبيها وصبيت على اللوحة، بعدين حركتها كذي. حكين كذي فصارت دمج بين الألوان، صارت فش طولت معاك اللوحة هذه؟ لا. حلو. استخدمتي شنو الألوان اللي استخدمتيها؟ استخدمت ذهبي وبنفسجي ووردي وأزرق وأصفر وبس. زين تقولي لي ألوان أكريليك، ألوان شينية شمعية، شنو استخدمتي شنو الألوان؟ أكريليك. شاطرة يا طيبة. طبعا طيبة استخدمت مجموعة من الألوان وحطتهم وقامت حركت اللوحة فصارت بهذا الألوان العشوائية بهذا الشكل الجميل. نشوف لوحاتك الثانية طيبة. هذه شنو اللوحة هذه تشرحينها لنا؟ هذه اللوحة بيت يعني فيها أشكال هندسية. أشكال هندسية، شنو الأشكال الموجودة تقولي لنا؟ في مثل زيكزاك وفي خط مستقيم و مربعات. حلو، وفوق شنو؟ يعني خطوط متشابكة مع بعض. وهذه يا طيبة شنو قصة اللوحة هذه؟ هذه اللوحة استخدمت فيها ألوان شينية. حلو، وحطيتي فيها شنو الألوان؟ ألوان أخضر وأخضر فاتح وأزرق وأزرق فاتح وأصفر وبرتقالي أحمر وبنفسجي. بنفسجي شاطرة. لزين ليش حطيتي الطريقة هذه؟ شلون سويتيها في البداية؟ خططتيها بشنو؟ مسطرة. وبعدين؟ وبعدين لونتيها. طولت معاك اللوحة هذه؟ مو وايد. وهذه يا طيبة؟ هذه لوحة موناليزا بس على طريقتي أنا. هذه طبعاً موناليزا. زين؟ ورسمتها لكن بالأسلوب طيبة بهذا الشكل الجميل. لوحة حلوة من لوحات طيبة. يلا هذه طيبة شلون شنو قصة اللوحة هذه؟ أنا اللي رسمتها لأن أنا وايد أحب أروح الشالي. إنزين وبعدين؟ سويتي شنو بالشاليه؟ شنو تسوين بالشاليه؟ حطيت واحدة لا تستريح مني وأطفال قاعدة تسبح بالبحر. وواحدة قاعدة تسبح بالبحر صح؟ رسمتهم صغار عشان هذا من بعيد. حلو، أي ألوان هذه؟ شنو استخدمتي أي ألوان؟ بني وأزرق ووردي وبنفسجي وأزرق غامج وأصفر. ألوان شينية خشبية؟ خشبية. خشبية. وهذه يا طيبة؟ هذه البومات واستخدمت فيها الألوان الشينية. الشينية كلها ألوان شينية. كل الشكر لك يا طيبة على اللوحات الرائعة اللي رسمناها. أنا عجبتني طبعا اللوحة هذه، استخدمت فيها ألوان الأكريليك ويعني وحاولت انها يعني تحركهم وصارت الوان عشوائيه باك جراوند جدا جميل بمجموعه لونيه بهذا الشكل الجميل. الحين نشوف زينب. زينب شلونك؟ زينب. زينب تعرفين باسمك الكامل؟ زينب حيدر المطوع.
انزين زينب تقولي لنا كم عمرك؟ 11 سنة. أي مدرسة زينب؟ هن المتوسطة. انزين زينب ما شاء الله يعني لوحاتك يعني عددها ما شاء الله حلو، تقولي لنا اللوحات هذه وين رسمتهم؟ بعضهم في دورة الرسم وبعضهم في داري بالبيت. في دارك، شنو انت يعني اكثر شيء انت تحبين انك ترسمينه وكذي؟ احب ارسم شخصيات كرتونيه. بعد الطبيعه. الالوان اللي تحبين ترسمينها شنو تحب ترسمين فيها وكذي؟ الوان شينيه وخشبيه. جربتي الالوان الكريليك؟ اي جربتهم. الوان شنو تعلمتي من الدوره اكثر شيء؟ تعلمت شلون ارسم يعني الطبيعه، شلون اسوي الاضاءه. حلو. وال يعني شنو اكثر شيء انت طبعا تحبين هوايتك اكثر شيء ترسمين الشخصيات الكرتونيه صح؟ يلا خلينا نبدا بالشخصيات الكرتونيه اللي عندك نشوفهم. هذه زينب، شنو قصة اللوحة هذه؟ هذه شنو الشخصية هذه؟ شخصية سونيك الفيلم الجديد. استخدمت الألوان الخشبية عشان أسوي شعره وجسمه، ولما خلصت لونت الخلفية أسود. شاطرة. يلا خلينا شنو نطلع لنا لوحة بعد. وهذه يا زينب؟ هذه رسمتها رسمة سريعة كاميرا، لونتها بالألوان الخشبية. خشبية. وسويت شنو سويتي؟ هذا شنو؟ تلفزيون أو كاميرا؟ الكاميرا مالتها. إي. سويتها ملونة. استخدمت أصفر وأخضر وبنفسجي وأزرق. شاطر. نبدأ طلعي لي هذه، نبدأ بالشغلات القوية شوي، هذه شوي. وهذه يا زينب؟ هذه رسمة قديمة رسمتها وأنا صغيرة، كنت أحب سوبرمان وباتمان فرسمتها ولونتها بالألوان الشينية. ألوان طولت معك اللوحة هذه؟ أي. جميلة جدا، استخدمتي فيها الألوان الشينية؟ أي. وحددتيها بألوان طبعا شينية نفسها. اي. بعد طلعي لنا اللوحات هذه. وهذه يا زينب؟ هذه شخصية كرتونية من باباي، اخوي يحب يشوفها. انزين. واستخدمت الألوان الاكريليك عشان الونها. وهذه طولت علي شوية. حطيتي الباك جراوند باللون الابيض والازرق؟ اي سويت. وهذه يا زينب؟ هذه بعد استخدمت الالوان الاكريليك عشان اسويها. لونت الخلفيه ازرق غامق عشان كان بالليل. وسويت اضاءه القمر على البحر. شنو هذه زينب؟ اللي هو طبعا بالليل. اي. رسمه شويه غامجه، استخدمت فيها الالوان الاكريليك وحطيت مجموعه من الالوان الحلوه. طبعا طريقه استخدامك الفرشه من اليمين لليسار اغلب شيء في خاصه الباك جراوند صح؟ هذه رسمتها شروق الشمس، سويت الشمس بيضة وسويت الأشجار سوداء عشان كان الشمس كانت وراهم. وسويت قارب، سويت قارب صغير بالبحر والطيور قدام الشمس. استخدمت الألوان الأكريليك. ألوان الأكريليك. بعد طلعينا بعد لوحاتك.
وهذه يا زينب؟ هذا استخدمت حتى ألوان الأكريليك، سويت أشجار، نطحوا أوراق الأشجار على الشارع، وسويت جبال بالخلفية. ألوان الأكريليك طبعاً. حطيت اللون البعد داخل اللوحة، لاحظ إن في بعد داخل اللوحة، وحطيت الأشجار بألوان شوية حارة. لاحظ اللون، أي شنو الألوان الأشجار الألوان اللي حطيتيها؟ أحمر وبرتقالي وأصفر. يلا نشوف اللوحات الكرتونية اللي عندك بعد. هذه رسمة بسيطة، رسمت بطوط، لونته بالألوان الشينية. الشينية ولا الخشبية؟ الخشبية. حلو. ما طولت وياي، لأنها بسيطة. خلينا نشوف اللوحات الكبار اللي عندك. طبعا ما شاء الله يعني زينب يعني تتميز برسم الشخصيات الكرتونية، لكن بشكل كبير بهذا المستوى الجميل. تشرحينها لنا زينب؟ اي، هذه نفس الشخصيه بطوط بس سويتها معصب، ولونتها بالالوان الاكريليك، حطيت الخلفيه برتقاليه، وحوالينا سويت برتقالي فاتح. بعد يا زينب طلعي لنا بعد لوحاتك، طلعي لنا اللوحات، اعطيني هذه. هذه بعد منو؟ هذه بعد الشخصيه، هذه نفسها بس اتوقع بطوطه ولا؟ اي بطوطه. انزين، وسويتها ويا امي، شفنا الفيديوهات والصور، وهذه كانت شويه صعبه، ولونتها بالوان الاكريليك، حددتها هذه باللون الاسود، وسويت الخلفية وردي ونفس بطوط، حوالينها وردي فاتح. وردي فاتح. أعطيني هذه بعد. وهذه؟ هذه رسمتها رسمة سريعة، استخدمت الألوان الخشبية. حلو. سويتها نص مخ نص قلب، و لونتها بال... إيه ما يعني هذا العقل. إيه؟ وهذا القلب. إيه؟ صح. يعني شنو الفكره من من منك من الفكره هذه؟ لقيتها باليوتيوب وسويتيها نفس الطريقه. هذه رسمت شروق الشمس ويا نخل طويل، وسويتهم أسود لأن الشمس وراهم، وسويت بحر أزرق، ودمجت الخلفية بالألوان الأكريليك، واستخدمت ماي عشان أدمجها، وصارت بهذا الشكل الجميل. خلينا نشوف اللوحة الأخيرة عندك زينب. هي هذه طبعا. شنو قصة اللوحة هذه؟ شخصية كرتونية، استخدمت المسطرة عشان اسوي المربعات، اي اللي هي هذه المربعات طريقة الكوميكس. بعدين سويت عيونهم ولونتهم بالالوان. طبعا هاي يعتبر رسومات الانمي او المانجا صح؟ اي. وسويت لونتها بالألوان الخشبية، استخدمت ألوان خشبية نفس اللون بس الدرجة غير عشان يعني أسوي إضاءة. كل الشكر لك يا زينب، وأيضا كل الشكر لك يا طيبة ومنى على الرسومات الجميلة. أصدقاء الأطفال، فاصل قصير ونرد لكم مرة ثانية.
أسلوب رسمنا اليوم هو اللي يطلق عليه أسلوب الطبيعة الصامتة، لأن استخدمنا واحد من العناصر الطبيعية الموجودة وهو التفاح. ومثل ما تشوفون طريقة مسكة القلم تكون بخفة، ونرسم شكل التفاحة القريبة من شكل الكرة، ومن ثم نقوم بالتظليل والتنوير حسب النموذج المعروض. وعلشان ندمج جزء التظليل استخدمنا مناديل ورقية لتعطي الرسمة انسيابية أكثر وواقعية، ونقدر نستخدم أصابعنا علشان ندمج. وطبعاً تختلف درجات ألوان الرصاص في كل مرحلة من المراحل. وبشذي نكون أنهينا رسمتنا اليوم. أصدقائنا الأطفال، إذا كنتم من محبين رسم الطبيعة الصامتة شاركونا رسماتكم عبر إيميل برنامجنا، وإحنا بانتظاركم. رجعنا لكم أصدقائنا مع فقرة رسم الذكي. اليوم راح نتعلم شلون طريقة رسم الطيارة، لكن بالشكل الكرتوني يعني اللي دائما نستخدمها في رسوماتنا، وخاصة إذا كان هناك يعني نحابين نرسم طيارة في الفضاء أو مو الفضاء، يعني يكون بالفوق ويكون في هناك اللون الأزرق والغيوم. راح نتعلم شلون طريقة رسم الشكل بالطريقة الكرتونية. تشوفون معاي على الشاشة، نبدأ أول شيء بالجسم الطيارة، ثم نبدأ بعمل الجناح الأول. تلاحظون الجناح الثاني راح يكون صغير، أصغر من الجناح الأول لأنه راح يكون بعيد. ثم نبدأ نكمل الجسم مرة ذيل الطيارة، يكون الجناح البعيد يكون أصغر، ثم نعطي مربعات صغيرة نبدأ بالتلوين البسيط. نستخدم الأزرق، نحط شوية رمادي، نكبر الفرشة شوي. نضيف اللون الرمادي شوي، حتى نحطه بالخلفية شوي يبين. نعطي اللون الأزرق الفاتح، بعدها نعطي شوية غيوم. نستخدم الغيوم في باللون الأبيض، هذا الشكل جميل. سوينا طيارة في بين الغيوم. دائما أصدقائنا جربوا اللوحات هذه، دزوها لنا على إيميل البرنامج.
أصدقاء الأطفال، فاصل قصير ونرد لكم مرة ثانية. رجعنا لكم أصدقائنا مع فقرة بريد مرسمنا. اليوم معنا مجموعة من الرسومات اللي وصلت لنا على إيميل البرنامج. دائما ننوه أصدقائنا تزولنا الرسومات تكون بشكل واضح، وأيضا يكون الاسم وأيضا أرقام تلفوناتكم عشان نقدر نتواصل معكم. صديقة البرنامج بسملة الشرقاوي 12 سنة من مدرسة السالمية المتوسطة بنات، راسمة شخصية ميكي ماوس بشكل جميل جدا، خطوط جدا متميزة، أعتقد استخدمت الألوان الخشبية واللون الأسود. دائما تتواصل معنا بسملة الشرقاوي. الرسامة الصغيرة وصديقة البرنامج نورة خالد العتيبي 5 سنوات، راسمة مجموعة من الألوان الجميلة، صبي ولد 5 سنوات. نورة خالد العتيبي لوحة حلوة من لوحات نورة خالد العتيبي صديقة البرنامج، دائما تتواصل معنا نورة. أيضا نورة محمد، يعني راسمة سمك قاع البحر بشكل جميل، أعتقد بالألوان الخشبية. دائما ننوه أصدقائنا إذا دزيتوا لنا الرسومات يعني كتبوا لنا شوية عن طريقة عمل هذه الرسمة عشان نقدر نعرضها لكم ونشرحها لكم بشكل جميل. نورة محمد كل الشكر لأصدقائنا اللي تواصلوا معنا على إيميل البرنامج، وأيضا كل الشكر لأصدقائنا الموجودين معنا في الاستديو. كل الشكر لكم أصدقائنا، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. مع السلامة.